الحنفي بأن الثورة ثارت على الكرامة. لذا بيه وقال الشك اللي ما بيظهر الكرامة كان وجده. كلها زغرة تيام مكحولة رماقة الثورة ثارت على الكرامة من تونس حتى الرمادة شعش عنا ولا كان ظلامة. عمري 100 سنة. الشعب التونسي عنده قيمة ووالد من أصيلة قديمة اللي يحب السو والجريمة إذا تظلم يزيد غرامة إلى ذا قرر ساقس فينا يبداش الحامي وقدامه يبداش الحامي سواريخ أما نوقف ولا نطيح. هنا عاد يا ولدي أنا والله لنحب نجمدوا الحديث هذا بتاع تونس أما نطلب لهم فضل ربي كانوا ربي مازال حي يرزق إن شاء الله جهة أنت دولة استعمارية ربي ما تعرفوش ونبال ما زلت حي لخل نشوفها على الأقل حتى شهرين وثلاثة. جي واحد كل مرزوق حتى كلام ما يعرفش يتكلم واحد ككاك هذا كجي رئيس دولة. يا تونس يا تونس. اسمي حمزة حيدوري ولد موقوف سالم بالأخضر حيدوري. اليوم أول نهار في إضراب الجوع.